اللي جابني هنا؟ جابني حظي الاسود عليا وعلى سنيني السودا. جاتك ليلى يوم عرفتك. ولا هيجيب اهلي هنا دلوقتي؟ قال هيجيبوا فطار العرايس. لا 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 مش طلبوها بعزيها. كلميهم وقولي لهم مفاضلهم مفاضلهم وقولي لهم ما يجوش. اهم جم اصحى بقى والبس اصحى بقى يا طلع. طب اخرجي افتحها لهم. انا العروسه بخرج في الاخر. يا ست انت هتعملي لي فيها بنعمل مسرحيه وانت البطله الاول والاخر؟ قومي افتحها لهم وانا هجهز واجيلي. فوق وحصلني بلا سودة عليك. ايه ده؟ ده اللي كان فرح امبارح. بس كان لحد فين؟ اللهم صل على النبي. ألف مبروك يا عرايس. الله يبارك فيكي، تعبتي نفسك ليه بس يا خالتي؟ تعبك راحة يا دنايا، يا اختي بنت زي القمر يا اخواتي زي القمر. منورة يا خالتي. ايه ده يا ولاد؟ بدر منور يا زينة، اسم على مسمى يا بنت مبروك. الله يخليك يا عم منور. الله يخليك. صباح الفل يا أحلى زينة في الدنيا. مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا طارق. مالك يا بنت في ايه؟ لا أنا كويسة مالي. يا حاسك مش مظبوطة كده، في حاجة؟ خلاص يا طلبة يلا بقى. طيب تعالى. بسم الله ما شاء الله، شفت القصر بتاع ابني كله من خير. اسكتي يا وليه محسن من الاصحاب. الله اكبر في عينيك يا اخويا وفي عينيا. امال عريسك فين يا ست زينه؟ بيفوق وجاي. منوره يا خالتي. ربنا يخليك يا اختي. الله ولعت عايز ولا حلا طلعت. مبروك يا عريس. حبيبي يا ابني. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عينيا؟ مبروك يا حبيبي. قمر والله يا اخواتي. قمر؟ انت يا حبيبي اللي قمر مش انت العريس؟ انا قمر. ايه الاخبار يا طلعه؟ طمني يا ابني. اكل لحم. مصمم تولع فينا برضه؟ ازيك يا ابو نسرس؟ صباح الفل يا طلعتي. مالك يا حبيبي؟ تعال تعال عشان عايزك في موضوع كده انا وانت لوحدنا. يا عم طب بلاش تخطفني كده. تعالي يا خالتي تعالي. اسمع يا طلعت، انا في كلمتين كنت عايز اقولهم لك امبارح، المفروض كنت اقولهم لك امبارح وما عرفتش، لازم اقولهم لك دلوقتي. ارغي. البنت تحطها في عينيك، تصونها، عارف لو حاجه لمستها ولا حاجه ضايقتها ولا حاجه جات لها كده او كده هقطع رقبتك، تمام؟ قديم. قديم قوي. افلام ابيض واسود. ايه يا عم؟ جاي لابس ابيض واسود وبتقول كلام ابيض واسود. ايه مالك؟ يا عم انت مش انا برضه اخو العروسه والمفروض نقول الكلمتين دول؟ يا ابني ده اصول لازم تفهم، انت حمار. تبرخي. خلاص تركز مع البيت. المهم دلوقتي ها عايزين نركز في الشغل. نركز في الشغل. الو وحشتني. عايزه ايه يا ياسمين؟ عايزك ترجع البيت. بيت ايه؟ مش هرجع طبعا. بيبي انا اسفه، انا عارفه اني زعلتك بس انا بغير عليك. البيت وحش قوي من غيرك. قضيت ليل طويل قوي ما عرفتش انام. انا محتاجاك. ممكن ترجعني النهارده؟ هتجيلي دلوقتي؟ ماشي حاضر. ماشي يلا سلام.
الواد خالد فين؟ معرفش خرج ومعرفش راح فين. ريفلكس جرى مش قادر. بيبي ما فتحتش مفتاحك ليه؟ يعني قلت ما يكون عندك ضيوف ولا حاجه. لا قادر اقابل حد ولا اكلم حد من غيرك. ممكن ما تزعلش مني؟ ومين اللي مزعل مين؟ ما انت اللي مزعلاني يا بيبي. بغير عليك ما تزعلش مني عشان خاطري. وايه اللي ما تزعل؟ انت كل شويه تعملي حاجه تضايقني وبعد كده تيجي تقولي ما تزعلش مني. هنفضل على كده كتير؟ ما يبقاش قلبك اسود. خلاص بقى انسى اللي فات وفي صفحه جديده. اوكي اوكي وحشتك. يا نهار اسود. سوسو حبيبتي البيبي ده لازم ينزل. بس انا عاوز ارعى عيلته مش عاوز انزله. مش هينفع مش هينفع يا سوسو مش هينفع. بقولك يا سوسو انت لو عايزاني نفضل مع بعض ومن غير مشاكل يا بنت الناس يبقى تسمعي كلامي وتمشي ورايا. انا عاوز اتجوزك رسمي. عايز اعيش معاك اعيش خدامه تحت رجليك. ومين قال يا حبيبتي ان انا مش عايز احقق لك كل اللي انت بتحلمي بيه؟ حاضر يا سوسو حاضر يا حبيبتي انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس استني عليا لما اخلص الدراسه. انا لسه برضه بدرس في الجامعه. استني عليا اخلص دراستي وبعد كده نبقى نتكلم في اللي انت عايزاه. ما انت ما يرضيكيش برضه انها تعطل عن الدراسه يا سوسو. وانت يرضيك ان احنا نغضب ربنا؟ ومين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ مين قال ان احنا بنغضب ربنا؟ يا حبيبتي انت مراتي مراتي حلالي اساليني انا. وبعدين هو انا عمري قصرت معاكي في حاجه؟ ما انت اللي بتطلبيه بتاخديه. انا مش عاوزه حاجه مش عاوزه فلوس. انا عاوزاك انت. انا عايزه العيل اللي في بطني. صعبه دي؟ مش صعبه بس مش وقته الكلام فيه دلوقتي. امال امتى وقته يعني؟ قلت لك لما اخلص الدراسه. اخلص دراستي وبعدين ابقى نتكلم في اللي انت عايزاه كله. اسمعي كلامي يا سوسو اسمعي كلامي ومش هتندمي. من غير ندم ولا احزن. حاضر حاضر يا ابن الزواج هنفذ لك اللي انت عاوزه.